حياكم الله معانا في وياكم. وقتنا ابتدى من الساعة 12:10 لحد الساعة 1:10. رح نختصر اليوم كل شيء لأن معانا ضيفة ممتعة، بالإضافة أننا بناخذ أكبر كم من الاتصالات علشان الكل يكون ربحان معانا. صبحك الله بالخير يا دانا. صبحك الله بالنور يا صالح. شو أخبار الصخلة اللي عندكم بالبيت؟ على بالك اني انا ما راح اسوي تونا انا وعزيز مختلفين قبل الهواء على سالفة الصخلة. دانا في بيتهم فرد فرد كائن جديد. هي صخلة بسمينها ولا للحين؟ للحين حق بنتك الله يحفظها. بنتكم ديم. زين ليش ما تبونها؟ لا او ما تبينها؟ لا هم يبونها انا ما ابيها. اي انا وايد يعني مقتنع بالشخصيه اللي انت الحين مسويتها. اللي هي انه يعني انه اي نبيها وكذي. هم ماشي كان المفروض يكون عندنا كاميرا. متى ناخذ فاصل؟ اي انت ملكه الفواصل ضروري. فناخذ فاصل؟ لا ليش؟ نقول شنو عندنا اليوم؟ اي اوكي يلا. ولا تبين على طول؟ خذ راحتك. لا يلا قول. شو اخبار الصاروخ؟ خليه يخلص ويطيح ويفكنا. الله لا يقول الله لا يقول، بس يقولون ان الحين موجود بالسودان، فيعني احس الكل متخوف سواء كان بالسودان ولا في اي مكان، يعني اكيد نخاف على الكل. والله يسر صراحه صالح، الموضوع وايد مربك. وامس قريت تعليق واحده قالت لا زين صالح يسوي بالصين. يعني صراحة قعدت ألاحظ سالفة الكورونا، سالفة الصاروخ، خلاص لا مؤذين وايد مؤذين ومزعجين وترى هم ياكلون يعني استغفر الله كل انواع المخلوقات. معقوله؟ على من وين طلع كورونا؟ من خفاش يقولون. اي ادري، بس الحين انا احس ان هذه الابحاث ما احسها دقيقه بهالبارت ولا صدق ما ادري. ما ادري بس انا يعني ضد اكل كل المخلوقات الا اللي يعني الله سبحانه وتعالى شرع لنا ان احنا ناكلها عدل. بس مو خفافيش وقطاوه ترى ياكلون. انت اكيد زعلان على سالفه القطاوه عيل. جدا. وعلى اي مخلوق ياكلونه، فالحين طالع لنا بالصاروخ. أيه. والفيلم هذا مالهم. أيه. وبيطيح السبت والاحد والاثنين. يحبون السسبنس شكلهم، يدورون سكوبات على انستغرام. يبيني اروح لهم. انا مستحيل ازور الصين. ليش؟ يعني ما شاء الله سمعتهم واصله يعني. مع ان انا اشوف انه وايد يهمني اني ازور الصين، خصوصا ابي اشوف المصانع عندهم، وايد مصانع جميع المنتجات اللي انت تتخيلها. وهي بلد جميل كطبيعه، وانا اذا بزور الصين ودي اشوف سور الصين العظيم. انا بعد، لانه بالنسبه لي فعلا من عجائب الدنيا السبع. فعلا لما اشوف شكله ومظاهره حلو. احنا عموما مستسلمين، ان شاء الله يا رب يومين ان شاء الله ونتكلم وين طاح صاروخ الصين. عموما اليوم صاروخنا فني جميل جدا، ونجوميته بسرعه الصاروخ في رمضان هذا العام. شهد سلمان بتكون معنا ومعاكم. اي اخذ الفاصل ضروري لان يسموني ملكه الفواصل. خلونا مع شهد سليمان بعد هذا الفاصل. ضيفتنا الليلة فنانة، أكدت المقولة اللي تقول أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. صبورة، أصبرت ونالت، نالت حب الناس والجمهور بعد تألقها برمضان الماضي وأيضا هالسنة. قلبها أبيض، طيبة حيل، وعلى طبيعتها، مو بس بطريقة كلامها وأفعالها، على طبيعتها بعد بالشكل واللوك وبأغلب ظهورها، لأنها غالبا تطلع بدون مكياج بأعمالها. محبوبة جدا، اللي بقلبها على لسانها، بشوشة وضحكتها تسبق كلامها، تستاهل جائزة أفضل ضحكة الفنانة المبدعة شهد سلمان. حياك الله، مشكوره وايد والله يا دانا، وما قصرتوا على هاللقاء الطيب بصراحه. اهلا 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 بنجمه رمضان لهذا العام الفنانه الكويتيه شهد سلمان. شكرا حبيبي. احنا وايد مستانسين شايفينك. وانا بعد والله، وان انت في وياكم مع صالح ودانا، وهذه باقه ورد جميله من برنامج وياكم ومن فلور. شكرا يا شهد، ورده من الله. الله يحفظك. شكرا شكرا يا عمري. كل خير. اول شيء حط عادي المكان اللي تبينه. يا الله جميله والله، مشكورين احرجتوني. الله يحفظك. اي والله. كلمينا عن لوكك الملكي اليوم. صراحه انا تفاجأت، يعني ما ادري، ما تحب اسود تقول. اول شيء انا اللون الاسود بيني وبينه عداوه، ما احبه انزين نهائيا. اي والله يعني ما ادري، اول احد اعرفه ما يحب الاسود والله للاسف. يعني انا كذي ما احبه، ما البسه، ما اطيقه، يعني حتى ان
كل شيء كل شيء اسود اقطه. لك ذكرى سيئه مع اللون الاسود؟ لا لا كلش والله، بس انا اللون الاسود ما احبه، يمكن علشان يسبب للجسم عفوا يعني تصبغات او شيء، فعشان كذي انا ما اخاف على بشرتي وايد منه صراحة. يعني ممكن البس جميع الالوان الا هذا اللون. انت تحلينا حبيبتي والله العظيم، انت تحلينا الحلوه. لازم نقول مصمم امجد العظم بلا سوالك بلا 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 يستاهل صراحه، ما قصر المصمم امجد العظم وكثر الله خيره، ومشكور والله على هالبدله الحلوه حبيبتي. ومكياج فاطمه رمضانيه هذه ومكياج فاطمه ابراهيم اي والله المكياج بصراحه ما قصرت. شو اسمه نسيتها؟ فاطمة إبراهيم. والشعر سوت لي اياه الجميلة فتاة. حبيبتي حياك الله. صراحة ما قصروا. والله ما له داعي. يعني أنا أعملهم ذبي، أنا ما أعرف نفسي والله يا جماعة، والله ما أعرف نفسي. نبي نسوي معاك استطلاع للدراما الكويتية. بلى. قبل لا نبلش أسئلتنا، شنو أفضل مسلسل بالنسبة حق شهد؟ بالنسبة للعام يعني هالسنة. إي نعم. طبعا هو اللي قاعد يصير صراحه يا جماعه امينه حاف اعتبره ديزاستر كارثه يعني والله. امينه حاف يعني بصراحه كسر الدنيا، لا اله الا الله، الله اكبر، قل اعوذ برب الفلق. وين ما اروح الكل يتلقاني والكل ياخذني رقيه ما شنو، يعني تصوير ما شاء الله الناس وايد طايره فيه، الحريم اكثر من الرياييل يا جماعه، شو السالفه؟ مع ان المفروض العكس، الحريم يعني المفروض تحقد يعني ليش انت تتزوجين اربع. مع ان اليوم انا كنت في السوق ووحده صادفتني صرخت علي فقالت لي انت هي ليش تزوجي ريلك كذي بهالطريقه. فقلت لها كيفي كيفي ريلو كيفي يا اخي ودي وين ما يجيبه يا بعدين مو عاجبه يعني يتزوج ولا ما يتزوج يا جماعه. صح انزين. فقالت لي ليش صرخت علي بهالطريقه، قلت لها لا سلامتك ريلاكس حبيبتي عدي عدي. حلو. ومن افضل ممثل مو ممثله ممثل بالنسبة لك حق هالسنة؟ ما أدري شو أقول لك والله. اختاري واحد. 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 إلهام. إلهام. بس نبي ممثل مو ممثلة. ممثل. إيه ممثل. 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 طبعًا اللي معانا بالكاست. أوكي. إشهاب. إشهاب. أنا بعد وايد. إشهاب أحب جوهر. تمثيلة. إشهاب جوهر. إيه وأفضل نعم. ممثلة بالنسبة لك إلهام. إلهام. بصراحة يعني ما شاء الله عليهم. ما ادري شهاب شلون اقول لكم اياها، انسان ثاني ورا الكاميرا. صحيح. اي والله. تحياتنا للفنان الجميل شهاب جوهر وللفنانه الجميله الهام الفضله ولكل كاست مسلسل امينه حاف اللي حقق هذا النجاح الكبير على مستوى الكويت والخليج. احنا الحين بنعرف الناس على شهد. شهد هذا اول لقاء تلفزيوني. اي والله. لوج فالناس قاعد يشوفون منو هذه الفنانه اللي صار لها سنتين ثلاث بدت تاخذ فرص تستحقها، المفروض انك كنتي تاخذتها من زمان. المفروض اول شيء كم سنه صار لك؟ من 2005 احسب عاد عليك الحساب. من 2005 اللي صارت 16 سنه بالضبط في مجال الفن. شاهد انا يعني راح استخدم او بكون صريح معاك في كل المصطلحات. تفضل. ابتديتي كممثله يعني دور ثالث او اي ادوار ثانويه خذيت؟ عادي اقول بكل صراحه ادوار ثانويه ولا كومبارس؟ عادي الاثنين انا خذيت بصراحه. ما عندي اي مستحف هالموضوع. انزين بديت من الصفر فعلا، من الصفر بديت بالمشاهد اللي هي واحد اثنين مشهد يلا مشهد، من طقه المشهد انا خذيت. من قالوا مشهد يلا انا وياكم، ليه ما يعني كرست نفسي اني اجاهد في هذا الموضوع لحد ما انا صرت في اللي وصلت له الحين اني صحيح. قمت اخذ ادوار بطوله بدايه اي يعني بدايه اي والله. لان شوف صالح يعني الانسان مو دائما بحلجه قفشه من ذهب. صحيح. او مو دائما ان مثلا اول ما يقدم على اوراق سيده يبي يدقون عليه تعال وظيفه. صحيح. طبعا لازم ينطر. صح. لازم يشقى، لازم يتعب. بالنسبه حق الناس الثانيين اللي هم لهم او يعني ينولدون بقفشه بحلوجهم قفشه من ذهب، هذا شيء ثاني. صح. تلاقي مورث او شيء نصيب، لكن اي نصيب او حظ، سبحان الله الله قاسم له انه كذي ما يتعب في الدنيا. صحيح. انا الله قاسم لي الشقة، والله العظيم انا اقول بكل صراحه الله قاسم لي الشقة اني اشقى 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 لحد ما توصلين. وبعدين يمكن سبحانه الله مو كاتب لي بذاك الوقت اني انا اخذ صحيح. البطولات مو كاتب لي اياه، قال لي نطري. صح. يمكن ابيش تجتهدين اكثر. وما استسلمتي؟ ما جت لك وقت حالات من الاحباط؟ لا وايد كنت اتضايق، وايد كنت ابكي، وايد كنت انقهر، وايد كنت اقول ليش يعني.
وايد كنت اعصب، كنت اكل بنفسي والله، بس كنت اروح اللوكيشن كنا ماكو شيء يعني. مبسوطه اهم شيء ان كل شيء تمام وخلاص انا هنا في اللوكيشن. وكنتي واثقه انك راح توصلين؟ تمام. وكنتي واثقه انك راح توصلين؟ والله للامانه ولا دائما عندي امل. لا في شيء حافز داخلي. ايه حافز. وعندي بنت ما شاء الله يعني بنتي. ليش انت ما تاخذين؟ انت ليش كلها لا 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 ليش ما تاخذين؟ ليش ما تاخذين؟ كلهم دحرتني يا ماما نطري علي مو بكيفي. شوفيهم الفاشينيستات، شوفيهم الفنانات، شوفيهم شوفيهم شوفيهم. يعني انا اقول لها شو اسوي؟ ما اقدر انا اروح واخذ من حلوجهم هالشيء. هذا لازم في تكنيك، في يعني اصول، في في طريقه يعني شوي شوي. بينا رزق، بينا رزق، اهدي بس اهدي بينا رزق. عموما انزين انا دائما دانا يعني هاديه في بعض الامور ما اقدر اني اتخطاها. ممكن في شيء انت ما تقدر انت تتخطينه وايد يعني. صحيح. تتخطين شيء معين بس ما تقدر انت تعدين. هم كانوا شنو مو مؤمنين بقدراتك؟ ما ادري يعني عيالي ما يعني مو عاجبهم كان الوضع. مو عاجبهم الفن ولا الوضع؟ لا وضعي انا. لا قالت لي انا بنعرف كم عندك. لا مو الفن، الفن هذا شيء. اي هي قاعده تتكلم على المستوى الشخصي. حلو. ايش كثر عندك عيال؟ عندي عيال ثلاثه. الله يحفظهم. الله يسلمك يا رب. بنتين وولد؟ بنتين وولد. الله يحفظهم. شنو مجالاتهم؟ طبعا يشتغلون مره برا خارج الوطن. اي طبعا طبعا. عندي وحده تدرس جامعه. ما شاء الله. وولدي يشتغل بوظيفه في اقول الوزاره ولا لا؟ لا عادي. وزاره الداخليه. اي طبعا. وبنتي وبنتي كذلك موظفه في وزاره الداخليه. ما شاء الله. اي والله الحمد لله. يعني كل واحد له شغله وحياته. مركزه وان شاء الله يوصل. اي اي. وبعدين انا يده مالي يعني ما شاء الله. اي والله يده الحمد لله. عندي جوري الله يحفظها يا رب. يا حياتي الله يحفظك يا رب. فيعني دائما هم يقولوا لي ما ليش يعني والله طاعيهم سوي مثلهم قلديهم تعلمي منهم. زين شنو اسوي؟ قاعده اجاهد، قاعده اتعب، كل شيء يعني الشغل ترى جهاد وعباده. صحيح. في بعض الحسابات يكتبون ان احنا شغلنا مو حلو او والله ما ادري ايش اقول لكم، ما احب انطقها بس يقولون حرام. طيب شنو شغلنا فيه حرام؟ ليش حرام؟ انزين انت يلي خلف الشاشه قاعد تشوفنا، مو تبي تشوف برنامج توعوي؟ صحيح. من يبي يقوله؟ مو احنا؟ صحيح. طيب مو نبي نقول لك مثلا عن برنامج الطقس؟ من يبي يقوله؟ مو احنا؟ صحيح. طيب نبي نعلمك الطبخ يا حياتي، من يبي يقوله؟ مو احنا؟ طيب هالامور هذه هذه كلها من يبي يتكلم فيها؟ مو احنا الاعلاميين، مو احنا الفنانين. طيب ليش دائما تستحرمون الشيء؟ احنا قاعد هم احنا هم تمثيلنا ما في شيء يعني ما في اللي هو اللي بخيالكم. اعوذ بالله. الفن الخليجي دانا وشهد وحلو ما في شيء. عادات وتقاليد بالضبط بعيد عن الابتذال يعني. لما نقول رساله يضايقون عيل شو نقول؟ هو فعلا لما ني مثلا الكاتب كاتب شيء معين في المسلسل. اي نعم. يبي يوصل مثلا اهداف معينه، شنو هدفه؟ انه والله مثلا كتب قصه عن المعاقين. اي صحيح. يبي يوصل ان المعاق هو معانا قلبا وقالبا، احنا مو ناسينا. هذه شغله. مثلا يكتب الكاتب مثلا عن شنو؟ خلينا نقول تعدد الزوجات. صحيح. الامراض. صحيح. زين عقوق الوالدين. صحيح. طيب هذا من يبي يسوي يا جماعه؟ أي. مو صح. احنا. صحيح. طيب انتم ليش دائما تبينون الجانب السيء؟ صحيح. بينوا الجانب الايجابي يا جماعه. 100%. اي الجانب الايجابي دائما لا موجود. كانوا وايد يقولون معقوله في ريايل متزوجين اربع حريم؟ انا كل اقول لهم معقول في في انا شايفه متواجدين في الكويت. 100% لا موجودين. لا او حتى في الوطن العربي. انا عارفه. ليش يستغربون؟ لا ما في. صحيح. هم مستغربين على شخصيه ترقية انها بارده. اي صحيح. هذه 100% مو بارض الواقع. أو ممكن تكون موجودة. زين شهد يقولون الله ينعم عليك، يقولون إن هذه شخصيتك في الصج. من ناحية إن أنا هذه قصتك. رقية؟ إيه. لا طبعًا. يعني أنا بيش تقولين؟ أنا عصبية. لا عصبية. لا أنا قصدي إن أنت تعرضتي لنفس المواقف التي تعرضت لها رقية. إيه. زوجي والله تزوج علي. صحيح. هذه حقيقة. وفعلًا أنا كنت باردة معاه في هالأمر. شفتي شو؟ ليش؟ ليش؟ للسبب.
لان كانت مشاكل طاحنه بيني وبينه طاحنه حيل، فعشان كذي كنت ابي اتخلص من هالشيء. لما تكون في مشاكل طاحنه يا دانا بين الزوجين خلاص كل شيء يموت يبرد في المرأة. ويبرد. لا كل شيء يموت في المرأة. صحيح. تصير باردة. صحيح. ما يهمها. تزوج، طلق، ما يهمها. شاهد أنا حييك على صراحتك. الله يخليك. فينك أنت شلون قاعد تقولين على التلفزيون؟ لأن حقيقة فعلًا. فين زوجك تزوج عليك. إيه تزوج فعلًا بس. قالك. عقب وقت. إيه؟ عقب ما كانت قلت لك مشاكل طاحنة. شنو شعورك كان؟ البرود. أنا كنت أقول له روح. والله ما قاعد أحرض بأمانة، أنا قاعد أتكلم عن شخصي وعن نفسي. إيه؟ بس أنا هذا الواقع اللي صار معي حقيقة يا جماعة، والله صحيح. ترى صج تزوج وأنا كنت باردة معه وكانت مشاكل طاحنة بيني وبينه وخلاص، يعني انتهت علاقتنا من سنين طويلة. شهد ليش أشعر صراحة يعني من إيه؟ هالتك وطريقتك أحس أن أنت الآن في هذه الفترة إنسانة سعيدة. والله قولي الحقيقة. سعيدة لأنه ولله الحمد نجاح المسلسل له دور. نجاح المسلسل أحس أني قاعد أوصل لأشياء أنا الحمد لله كنت قاعد أشوفها. شوفها يدانا والله يعني ما أدري شو أقول لك، كنت على طول أتقرب حق رب العالمين. أقرأ ترى أقرأ قرآن أنا دائما الحمد لله لأن هذا الشيء يريحني، وفعلا قمت أشوفها في بيتي حياتك. قام يصير في تغيير جميل. هدى النفوس الحمد لله. إي والله كانت عندنا مشاكل يا جماعة في البيت. صحيح. من بعد ما قمت أقرأ هدت النفوس في بيتنا. صحيح. ولله الحمد. الحمد دائما لله. أشكر ربي على هالشيء. في أشياء تغيرت في حياتي. أول شيء ومردودة على أولادي. صحيح. فعلا قمت أشوفها يعني ولله الحمد شيء جميل. في تغير ما أقول لكم لا ما في. الحمد لله. في تغير واضح لأن سبحان الله من تتقربين يا دانا عند رب العالمين وكل ما تتقربين الله يبين الشيء هذا، يعني فلوسك تصير حلال، صحتك تصير زينة. صحيح. انت تصيرين من داخل الصبورة. صحيح. تصيرين بعد شنو شلون اقول لك صحيح دائما ايجابيه. صحيح. شوفي شاهد انت امراه عصاميه جدا بنت نفسها بنفسها جداً. خطوه الحمد لله. وانا اعلم او اشعر مثل ما قالت اليوم انا ويانا قلنا مليون مره اشعر او نشعر في ان انت تعبتي في حياتك وايد. أي. وتعرضتي لمشاكل وايد وما تبين تبينين. أيوة هذا الشيء للناس، تبين تطلعين سعيده. أيوة ايجابيه. ما اتضايق ليش؟ لان يا حياتي اقول لك شلون صالح، الناس ممكن ما تقدرك تسمعك بس ما تقدرك. صحيح. هذا طبيعي. صحيح. انا اسمعك بس انت الله يعينه الله المستعان، يعني ايش بسوي له؟ اذا شنو تقولين حق كل احد استهان بشهد سلمان وبقدرات شهد سلمان؟ طبعا الحسابات وايد كتبت عني وقالت عني هذه كومبارس ولا عمرها راح تفلح ولا عمرها راح تصير. أقول لهم مشكورين، أنتوا اللي قويتوني. صحيح. وأنتوا اللي كبرتوني بكلامكم وأنتوا اللي عطيتوني الفرصة أني أنا أكون الحين، وشكرا لكم وما قصرتوا. والله الكلام شوف مرات لما أنا أو إن أعوذ من كلمة أنا لما أي أعطيك هذا ممكن قاعد يعطيني حافز. ممكن أقول لك أنا جمل مو حلوة في حقك بس أنت تأخذها من منظور ثاني. صحيح. أي تقلبينها عادي أنت تبحرين. أي سويها غير. يلا حسني من نفسك. عدلي من نفسك بدام قالوا عنك كذي يلا سوي. مثل الحين الأبلة أو المعلم لما يطق المصلحته. صح. ليش سويت هالغلط؟ صحيح. ليش أنت كذي؟ يلا عدل من نفسك. فهو شنو ها؟ إيه لا أنا بسوي. تتقبلين الانتقاد؟ إيه حبيبتي عادي جدا. ما قاعد أقول لك هم الحسابات تكلموا عني وضغطوني، أنا بالعكس قلت عشان كذي صار عندي دافع إني أنا لازم أسوي. 100%. لازم أنجح. شنو مو ناقصنا شيء يا جماعة؟ صحيح. بشر وعادي الحياة ماشية، فإذا نفعل نشتغل نعدل من أمورنا نحسن من حياتنا وبإذن الله الله راح يبين هالشيء. أي نعم. بس صحيح. يعني ماكو شيء صعب ولا مستحيل.
صحيح، ومثل ما قلت شهد يعني انت اول عمل لك اسمه رحله انتظار صح؟ اي اي والله، وانت مريتي برحله كامله من الانتظار، بس انا عندي اللي يوصل او اللي يزرع صح يحصد صح، وقاعد تحصدين هذا الحمد لله النجاح الحمد وهذا لله. القبول ما تدري ايش كثر فرحانه يعني. والله احنا فرحانين والله والله يعني لكل مجتهد النصيب. اكيد اكيد، ويعني فرحانه من داخلي يعني ردود الناس شلون. وانا ادري انت ايش كثر انسانه قنوعه، ترى لا تتطلب باجر ولا تتطلب باي طلبات، تي تمثل وتمشي. وتفاجئنا اليوم بزياده، لان احب شغلي، احبه وايد يا جماعه والله ما تدرون، اشتغل من قلبي حقه. ما ادري كذي استانس لما خلاص اشوف وضعي، انا ابي اشتغل خلاص، بس ابي اشتغل. وانا تفاجأت انا ودانا بهدوءها جدا يعني، ساعات عيوننا وثن انا ساعات اذكر اشياء ثانيه ما لها داعي اذكرها، ان ساعات عيوننا بيكون وايد هايبر ممكن. فاحنا ندوخ قبل لا نطلع، يمكن مستانسين وايد زياده. بس اليوم يعني مثل النسمة هدوء، مع العلم انه في طاقة جبارة على الدراما او على التلفزيون. أكيد أكيد أكيد. احنا نبي نلعب ترى، احنا ما راح نقعد بس نقعد نسولف احنا انا قصدنا ان احنا نتكلم بهذه الامور عشان نبين حق الناس من هي شهد سلمان وشنو اللي هي مرت فيه علشان تكون في هذه المكانة وهذا النجاح من خلال مسلسل أمير حاف. قبل لا ناخذ الفاصل في سؤال. مع مسلسل واصداء مسلسل أمينة حاف، يتجه أعمال في الوقت هذا حق أشياء مستقبلية؟ إن شاء الله. أنا موقع عقد مع العراب أبو أحمد باسم عبد الأمير. باسم عبد الأمير إن شاء الله في عمل عقب العيد إن شاء الله. أبو أحمد صراحة لا نظرة أي والله في البحث عن المواهب، وأنت تستحقين أنك تكونين بأفضل مكانة صراحة يعني. هذا شيء واقع، والدليل أن إحنا نشوف نجاح هذا المسلسل والفيدباك اللي إحنا نسمعه. أكيد. بس راح نرجع بعد الفاصل بمشهد تمثيلي أنا معاج يعني. أهم المعد المعد حاطني بمسلسل، لأنه قال لي، قلت حق باسم عبد الأمير خذني مسلسل، فقال خل شوف باللعبة اللي راح نلعبها. بقول لك شيء آخر العمل. خلاص راح نلعب في مفاجأة من بعد الفاصل إن شاء الله. يلا وما زلنا معاكم في وياكم على الهواء مباشرة مع ملكة الأسود اليوم. خلاص تقبلتي ولا لا؟ خلاص والآخر مرة حبيته ترى حلو والله الأسود. إيه والله حبيت الألوان وايد حلو. بعد أنا لو أدري إنك ما تحبينه كان قلت حق المصمم، بس مع لا لا جميل. شوفي شهادة، الحين عندنا ممثلة مبتدئة لحول صار لها فترة تفكر أنها تبي تمثل، فنبي اليوم نسوي تست. اوكي، نبي نسوي بروفا بين دانا وبين حضرتك على اساس نشوف شنو الاداء اللي بيطلع من دانا. اوكي اوكي اوكي. المشهد جاهز، راح يكون ارتجالي. اوكي، بين دانا على بان هي يعني مو متزوجه، وياها انت اختها الكبيره وتبي تتزوج من فكاهي ولا درامي وبكي ونواح اللي يطلع نبي الاثنين. لا ما اقدر. يلا اول شيء تراجيدي بعدين كوميدي. اوكي يلا 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 دانا ابتدي. اي بزة قولي ليش ضحك على يعني الاسم نتقرب. حلو عادي عادي حلو. قولي شهد. بزة نعم. ابي اكلمك بموضوع. تفضلي. بس ما ابي تفهميني غلط بزة. ليش غلط افهمك؟ لان الموضوع وايد خاص وبقلبي من زمان، وماني عارفه شلون ابتدي وياك. كل هذا بقلبك وانت ساكته؟ اي كل شيء بقلبي وانا ساكته، لان شنتي ما تعطي واحد فرصه انه يتكلم. لا والله. اي والله احنا صرت ما اعطي فاعل. اي طبعا ما تعطين فرصه. وبعدين احسك تغارين مني. اغار منك؟ اي تغارين. انت لازم اغرب منك. اي اوكي المهم انا الحين بعطيك خبر ان انا بتزوج جاسم زميلي بالدوام. لا والله. اي والله. تيجي تقولي لي كذي يعني كل هالوسع الحل جتي تقولي لي انك تبي تتزوجين؟ شلون يعني شلون؟ كيفي والله عاد انا فوق شيء. وبعدين شلون تتزوجين مع ما ادري منو بالدوام؟ شلون مو لازم يسال عنه؟ ويحبني وكل يوم يجيب لي قهوه من ستاربكس وحدي مستانسه عليه. لا والله حدش مستانس عليه. اي وايد عاجبني. حلف. اي واموت عليه. لا تكفين. وباخذه غصبا عليك. لا غصبا علي. اي نعم. ما ادري ايش اقول لك والله، يعني كل هذا جايتني وتقولين ويمشحون علي. شو تبيني انا اوافق لك؟ لا وبعد راح تروحين معي تختارين لي النفنوف العرس وانت تدفعين فلوس مكياجي. مالك يا بنت حبيبتي. بلا حبيبتي، لانه ما يبي يدفع مهر، باخذ له
قرض 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 هذا واقع. انا ما خذيت لي قرض تاخذين حق هذا هذا واقع بس هذا واقع لا يدخل المشهد لا مجانين هذا مو طبيعي انت كاهو جاسم هذا جاسم ناطرني عند الباب كان والله وبسرعه طلع جايلك من الدوام ما شاء الله جاسم ما يبلش قهوه من ما ادري وين يبلش قهوه عربيه وبعدين جاسم باخذ له قرض لانه بيشتري سياره منو بيشتري سياره سيارة حق منو؟ حقه هو ليش هو اللي يوم يابي كان يشوف عرب انا احبه واموت عليه وانا صراحه ما اشوف غيره واذا ما زوجتني اياه بقتل نفسي خلاص لا قلت لي نفسي بس كات 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 اصلح ممثله؟ انا اشوف ايه قول والله والله لازم نحط موسيقى النجاح شنو؟ قول والله ينفع لك يلا تهبلين تهبلين شو رايك؟ اي والله تهبل خلاص ادق على ابو احمد؟ لا الحين شو هذا صرت تسوي لك واسطه بالمسلسلات احنا بس حبينا نبين هذا المشهد بين دانا لان دانا تبي تمثل فانا بدي اطلع حماس ما حد معطيني فرصه لا لا ان شاء الله جايتك الفرصه اوكي جايتك جايتك ان شاء الله تمثيل صعب؟ كبدايه صعب ايه بصراحه ايه يعني مثلا شلون اقول لك؟ اول شيء طبعا في بدايتي طبعا كنت ارجف من الكاميرا وكنت ما ادري شنو ما كنت انطق يعني وين وين يعني والله العظيم انا اذكر مع استاذ محمد دحام ساعه يبي يطلع مني كلمه ما قدر ساعه لان اول مره فشيء صعب في كبدايه اي بعدين لا خلاص تمكنت من نفسي شوي 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 على ما قمت اعطي وقمت ابين نفسي شوي شوي صحيح بس نبي نلعب الحين لعبه اسمها ما اسمع حلو تعرفين شنو هي no. راح نحط لك السماعه اوكي على اذنيكي وراح نشغل اغنيه أوكي. فما راح تسمعين الا الاغنيه وانا ودانا مره دانا مره انا راح نقول لك كلام باللبسينج اي تعرفين بس احنا أوكي. اليوم بنختار اسامي فنانات كويتيات لا. اه زين مبلى لا مبلى اي فشايش تلبسين السماعه وراح تشتغل الاغنيه ونروح حق وين ترى ما راح تشتري لي ستاربكس يا جاسم ما اسمع يلا الحين نشغل الاغنيه الاغنيه تهجين اي وحده شوي مو اي ما عليه ما عليه هي هاديه ترى يا جماعه ما عليه علشان أوكي. ما تسمع يلا حلو اوكي بلشت الاغنيه اي بلشت حياه الفهد حياه الفهد اللبسنج عندي شنو غلط ها حياه الفهد حياه الفهد الفهد حياه الفهد صح اوكي صح اوكي اي يلا هيفاء عادل هيفاء عادل هيفاء عادل برافو حلو بثينة الرئيسي بثينة الرئيسي ايه ايش اسمها نسيت اسم العائلة بثينة سوري بس والله مخي مو معي بثينة بثينة ممثلة اي بثينة بثينة زين شوفي شوفي بثينة ممثلة اي بثينة الرئيسي بثينة الرئيسي مرة ثانية خلاص ما راح تعرف بثينة حلو. الرئيسي اوكي ممثلة ما ادري ايه اوكي الهام الفضالة الهام الفضالة بتعرف اللي معاه بتعرفهم اوكي انزين هدى حسين هدى حسين هدى ايه حسين هدى هدى حسين سلطان لا لا هدى حسين هدى حسين ايه هدى حسين صح هدى حسين علي الدوحان علي الدوحان علي سعاد لا علي الدوحان واحد واحد مؤلف مال مسلسلكم واحد ريال علي علي انا لا علي 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 الدوحان ها حلو خلاص خلصت اللعبه هذا حدي خلاص. بس خلاص بعد ما نسوي لها اخر شيء خلاص ها يلا اخر شيء سعاد عبد الله سعد عبد الله عبد الله صح 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 اوكي 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 خلاص أوكي. برافو عليك برافو اللي ما عرفتيهم بثينة الرئيسي وعلي الدوحان اوكي 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 اوكي, أوكي. Yeah. احنا الحين على ما تبتدي الاتصالات وتجهز أيوة. الاتصالات راح نبتدي ناخذ الاتصالات الحين وراح نلعب مع الناس وراح نسالك والاسئله راح تختارهم دانا خل اخذ اول سؤال اوكي بس خل اعطيك سؤال اوكي تفضل منو معانا مرحبا احمد السلام عليكم يا هلا والله عليكم السلام شلونك شلونكم شخباركم بخير عساك بخير طيب مبارك عليكم ما تبقى من الشهر علينا وعليك يتبارك دانا قل لي
والله التمثيل مالك نار. قول والله. والله احمد عجبني. الله يخليك ترى لا تخليني بالعيد والله ان انا لا والله تمثيل نار والله. مخرجنا يقول فوزي من غير سؤال ولازم يتضبط. لا مو كل شيء من غير سؤال. خلاص اوكي بس السؤال وايد سهل زين. احنا اللي يسمع الاسئله ما قاعد تساعدهم. اليوم ضيفتنا الفنانه شهد سلمان فنبي نعرف المسلسل اللي مثلت فيه بدور رقيه. وايد صعب السؤال. الكون في كفه ولا امينه حاف؟ أمينة حاض. ألف مبروك ألف 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 مبروك. فزت معانا بهدية مقدمة من وين الهدايا إيه؟ فزت معانا بهدية مقدمة من أطياب المرشود زائد باوتشر من دكتورة شهندة رضوان زائد باوتشر من توتا سوشي أحلى سوشي زائد شركة ألدورا للحلويات بالعافية. نعم وبعد في ألفة. ألفة. زينب وياك يا شهد. يلا. أخذي زينب. أوكي أهلين. زينب زينب سولفي معاها شي عيش دور المذيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا زينب شلونك؟ زين انت شلون؟ الله يسلمك حبيبتي مبارك عليك اللي تبقى من الشهر. علينا وعليك تبارك حبيبتي. تفضلي يا حبيبتي. اي سؤال. السؤال تفضلي. لا لا طلعي اي طلعي لنا من حروف كلمة الألاعيب. ألاعيب. ألاعيب. ألاعيب خمس كلمات. خلينا نقول ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. نبي. يلا. يلا يا زينب. أرنب. لا لا لا. أرنب. شوفي نعيد السؤال مرة ثانية. طلعي لنا من حروف كلمة ألاعيب ثلاث أحرف أو ثلاث كلمات. حلو. يعني خل أعطيك مثال يا زينب من ألاعيب نقول كلمة عيب لأن في حرف العين والياء والباء فوستك بواحدة أعطينا ثنتين. مضبوط. أنا قلت أشرب قهوة على بال ما تخلص زينب. زينب أنت خسرانة. لا لا ما راح تربحين ولا جائزة لأنك مو مركزة وما قاعد أسمع صوتك. زينب مو موجودة ترى. زينب معاي؟ أوكي يلا. ما يبي لها شيء حبيبتي. ألاعيب كلمة ألاعيب طلعي منها بس ثلاث أحرف أو ثلاث كلمات. طولة زينب ثلاث كلمات ترى ورا في اتصالات. أغششك؟ لا اوكي لا لا يلا اي الاعيب قصدها انه لا اوكي الكلمه الاولى لا, لا اللي بعده لعب 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 اوكي اوكي اللي بعده ثلاث كلمات قالت لا والاعيب وعيب انا موافق اوكي الف مبروك الف مبروك عطاها هديه مبروك 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 يا مبروك يا زينب اتصالك كان خمس دقائق براندات تعطيك هديه او هديه من براندات بالاضافه الى 50 دينار من شركه كيوبوند لحمايه السيارات ايضا بوفيه من مطعم دار جاسم ايضا صالون فيم اوريا يقدم لك كوبون بقيمه 40 دينار وشركه السرتي للعطور تقدم لك عطر قيم جدا وشركه السرتي للعطور تاسست منذ ما يقارب 100 عام شركه سعوديه مقر ادارتها في مكه ولها فروع متعدده حول العالم وتقوم سنويا بتعطير الحرم المكي واتصال جديد مع صفاء. صفاء شلونك؟ صفاء نوطي صوت التلفزيون ونسمع من التليفون اوكي اوكي يمك يا هال الله يحفظهم الله يخليك الله يسلمك عيالك اي عيالي الله يخليهم لك لا مدامك ام وتتعب في رمضان راح اعطيك سؤال مو انا ما راح اعطيك سؤال بس السؤال راح يكون شنو شنو اسم المسلسل اللي شاركت فيه النجمه الجميله شهد سلمان السنه اللي طافت هالسنة قدمت مسلسل اسمه أمينة حاف السنة اللي طافت شمور اسم الشخصية شنو كان اسم المسلسل الكون في الكون في كفة برافو عليك برافو عليك يا صفاء برافو شوفي يا صفاء ربحتي معنا الهدايا التالية هدية مقدمة من أطياب المرشود بالإضافة إلى 50 دينار كاش من شركة عادل الغانم للسيارات أم جي الوكيل الحصري لسيارات أم جي في الكويت ممكن تزورونهم بأفرعهم في الري مقابل الحرس الوطني والشويخ أول شارع كندي دراي يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء بالإضافة إلى كوبون بقيمة 40 دينار من شركة أجمل للعطور اللي صار لهم 70 سنة في عالم العطور عندنا بالكويت وعندهم 23 فرع بالإضافة إلى كوبون من شركة بورا بورا قبل لا ناخذ اتصال فواز سؤال سريع منو الفنان أو الفنانة اللي ودك تمثلي معاهم السنة الجاية نبي اسمين سوري اسمين والله أتمنى يعني مع هدى حسين إن شاء الله و
استاذه ام طلال اللي هي سعاد عبد الله. سعاد عبد الله والفنانه هدى حسين. اشتغلتي مع ام سوزان حياه الفهد؟ والله اشتغلت بس يعني مو هالصوره المباشره والمساحه الكبيره لا. طبعا شيء بسيط ان شاء الله. الله يوفقك. هلا والله فواز وينك؟ هلا والله دانو. هلا شلونك شخبارك؟ فيك اهلا اهلا الحمد لله. فواز انا كل يقول لي صالح ان انا غشش، ودي اسالك سؤال وتجاوب صدق. هم الناس شايفين مو شرط انا اقول. اوكي يلا. حرفك حرف الشين. حلو. اوكي. اسم بنت. شيخه. اسم ولد. شايع. حلو. اسم اكله. اسم اكله ناكلها على الفطور بعد التمر. شكشوكة. شنو؟ شكشوكة. شكشوكة ريوق بس. يلا اوكي حلو. خلاص فزت ويانا يا فواز. مبروك مبروك. انا اقول يعني اللي ما يجاوبون بسرعه فوزيهم على طول. أوكي. لان خلاص صار امر واقع. خلاص فواز فزت معانا بهديه مقدمه من اطياب المرشود، زائد بوفيه لذيذ من دار جاسم، زائد شركه الدوره للحلويات، زائد كوبون 40 دينار حق الصالون فيم اوريا. ان شاء الله تعطيه حق اختك او امك ان شاء الله. معاك فاطمه. اوكي فاطمه وياك الفنانه شهد. هلا والله شهد. هلا بك يا حبيبتي. هلا فيك. مبارك عليك اللي تبقى قبل الشهر. اهلا وعليك. زين فاطمه انت قاعد تشوفين مسلسل امينه حاف؟ ايه قاعد اشوف. زين قولي لها شجعيها، قولي لها جملتين حلوين متألقة. والله دورك وايد حلو حبيبتي. مشكوره وايد وما قصرتي بعد. خطابه تقول لك لا تخطبين حق زوجك بالعمل. لا وحبيبه وكلها ضحكتها حلوه وكلها سعيده وما تبتزعل. برافو. اي والله صح. طبعا السؤال يقول ما هي الغازات التي يتم صح أي. التي يتم استهلاكها واطلاقها في عمليه التنفس عند النبات. حلو. ماكو اختيارات؟ سؤال وايد صعب. ما في شيء يعني. اي هو ثلاث كلمات. ما هي الغازات التي يتم استهلاكها واطلاقها في عمليه التنفس عند النبات؟ اثنين بس اجابتين. ها بشري. الاكسجين. اوكي وفي شيء ثاني حبيبتي بعد؟ النبات شنو يحتاج؟ الماء. لا خلي الماء. في غاز ثاني. يلا غشش شويه. شنو هو؟ غاز ثاني. ثاني اكسيد. ثاني اكسيد الكربون. الف مبروك. الف الف مبروك. حلو. فزتي معانا بهديه مقدمه من براندات، زائد كوبون من فلوريغا بقيمه 100 دينار، زائد شركه انسلتي للعطور، زائد باوتشر من بورا بورا. نبي نعرف قصة الضحك اللي صار مع الفنان عبد الله بهمن بالسيارة. اي اوكي. تيرا را 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 را. اي في اي مسلسل هذا؟ كون في كفة. كون في كفة. شنو صار؟ بالنسبة للهلاهل وكذي يعني. ان انت اعطيتيه دواء بالغلط او شيء كذي. لا لا هو اللي اعطاني يعني. هو اعطاني. المفروض انه مكتوب يعني انه هي تاخذ بالمشهد. اي ما يبيني انا افشله عبد الله وكذي. فقال المخرج انه على اساس انه هو معطيك شيء في الشاي. فصار معي هستيريا طبعا. هستيريا الضحك، هستيريا الاهل من هالسوالف هذه. زين يقولون ان شاهد تقول نكت حلوه. لا نكت لا والله. بس نكتة. لا والله ما اعرف. الله يعني من زمان مو ضاحكين وايد. يما من نبي نكته نكته. مره واحد شنو راح البقاله سال قال له عندك سكر؟ كان يقول له اي. كان يقول له الله يشافيك. زين نبي نكته ثانيه. لا صالح انت طماع كذي. مفكرين قبل لا نخلص الحلقه. اشوف اوكي. حلو. يقولون ان انت كلها باللوكيشن نكت. لا نضحك وايد نسولف وايد بس. يقولون تقولين نكت. والله يعني هم يقولوا لي قولي كذي انا اقول. انت عندك سناب وانستغرام؟ طبعا انستغرام. اي سويت لك منشن بس سناب. سناب اكيد عندي يعني طبعا. فيك نشاط بسناب وتصورين؟ اي على طول على طول. ومرات لا اقعد مرات شهر ما اصور. مرات يعني اريح بريك كذي شويه. حلو. وبعدين او اسبوعين. إيه؟ وبعدين ابدي يعني اصور. في معنا اتصال جديد مع سلطان. سلطان. الو. عاشت الاسامي يا سلطان حبيبي. شلونك؟ عاش غاليك الله يسلمك. شلونك حبيبي؟ الله يحفظك. تبي جواكم الله البرنامج يقويك بعد راسي. تبي اي لعبه ولا نختار على كيفنا؟ كيفك والله. تبي تلعب لعبه الاحرف؟ توكل على الله. ولا تبي تعطيني بدقيقه اسماء خمس اكلات كويتيه؟
والله كيفك اللي تبي. انزين يلا لعبة الأحرف وحرفك حرف الجيم، بلد أو مدينة جيم. بسرعة. جورجيا. جورجيا. اسم ولد. جاسم. بنت. جميلة. نبات. جزر. جماد. جماد جرس. شنو جرس؟, جرس. وآخر جرس. شيء حيوان. جرس. حيوان. شنو؟ ها؟ حيوان. إيه. شنو؟ في الصحراء. جاموسة. جاموسة. جمال. الصحراء. أقول له جمل. يستاهل. إنك جاوبت على ستة. ترى جاوب على ستة راح أعطيك ست هدايا. يستاهل. يلا شوف شنو خذيت معانا، خلنا يجمعهم عاد الحين قورق. وحكت نفسي قلت ست هدايا. شوف يا عزيزي كيوبوند. يقدم لك كوبون بقيمة 50 دينار لحماية السيارات، عطر من شركة السلاتي للعطور، أيضا كوبون من شيلو مشي، وكوبون من بورا بورا، وكوبون من ألفا، وهدية من براندات. حلو. ستة شي صار. شهد. نعم. منو أكثر ممثل يتحلطم؟ ما عندنا حلو. باللوكيشن يعني كذي. يتحلطم. لا ما في يعني، طبيعي الوضع يكون. عادي يعني ما في تحلطم يعني، يمكن شوي تعب ارهاق اي ايه. اما تحلطم لا، تحلطم على شنو مثلا؟ في المستقبل ان شاء الله دانا طويرش. لان انا اكثر ايه. شخص يتحلطم قبل البرنامج بساعه، تعبانه ماني خلق ايه. ابي اغيب اليوم ماني كل يوم نفس وكذي يعني نفس الصف والكلاس. انزين منو اكثر ممثل ارتحتي معاه بتصوير المشاهد او ممثل عادي؟ والله ما شاء الله يعني انا اقول بكل صراحه عبد الله بهمن وايد راحة معاه نفسية، ما أدري شلون كأنه أخوة بيني وبينه. في بعد عندك منو بعد من ممثلين اللي قريبين الحين صاروا علي يعني عبد الله بهمن لأن خذيت معاه مساحة حلوة، وشهاب جوهر خذيت معاه مساحة بعد حلوة، هم حلو يعني الشغل معاهم والله ممتع. صحيح. يعني شهاب شلون طريقته ما يرضى، لازم أعطيه علشان بالكاميرا يصير عفوا يعني لما تيجي تعطي مثلا الكلام في كيمياء بينكم بالضبط علشان يصير كونكت بيني وبينه. حلو. ما يبي ان انا ميته وهو مرتفع فما يحب كذي، فلازم نفس الليفل ان اثنين نكون نفس المستوى. اختك ايضا الفنانه سعاد سلمان نوجه لها تحيه. لا لا هي العوده، هي اكبر من اكبر منك بكم سنه؟ والله 6 سنين تقريبا. عادي اسالك كم عمرك؟ 47. العمر كله ما شاء الله والله ما يبين، والله ما يبين ما شاء الله. لا تسال الفنانات عن اعمارهم. اي والله يعني ساعات السؤال ممكن يكون محرج والله. عادي بعد خلاص انا صرت يده. الله يحفظك ان شاء الله وتشوفين احفادك. جده جميله وتهبلين وتينني، وانا اشوف الطريق بعده قدامك. الله يوفقك يا رب ان شاء الله. معي خالده. ليش ما تشكلين ثنائي مع سعاد؟ والله نتمنى ان شاء الله اذا فيكون عمل حاضر، ليش ما نشكل ثنائي؟ بالعكس انا اتمنى يعني هالشيء ان شاء الله يا يكون يعني مساحه كبيره بيني وبينها. ناخذ راحتنا يعني بال مثل ما يقولون بالنص ان شاء الله يا رب. الله يوفقك يا رب. معنا خالده. مرحبا يا خالده. هلا مرحبتين. هلا شلونك اخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله بخير. طيبه احب اقول لك ان طيب حالك. هلا حبيبتي. طيب حالك يا حبيبتي. احب اقول لك ان اوراق الاسئله ما ادري وينهم بس لقيت. عطني 5 اسئله ببلاد شوفي شلون اغششك. الاجابه اوكي. يلا خالده ركزي معاي امانه عليك لان ودي احرج صالح ان انت تعرفين تجاوبين. الله يخليك وبعطيك هديه يلا اوكي. يلا اعطيني. حلو. اعطيني بدقيقه 5 اسماء بلاد ما فيها ها لحظه ما فيها شنو اي حرف؟ حرف الميم. يلا قولي اسماء بلاد ما فيها حرف الميم. يلا الكويت. كويت. سعودية. مصر. البحرين. بحرين. مغرب. لا مو مصر. ليش مصر؟ ماليزيا. لا يضيعش شيء يضيعش. كملي. موريتانيا. كملي معي. رابع دولة. المجر. المجر. رابع دولة. تخربطني. الولايات المتحدة الأمريكية. صالح. اي كملي. كملي. هولندا. هولندا. بس خلاص جاوبت. واحدة. 5. التشيك.
برافو عليك. ألف مبروك. ألف مبروك. لا لا مو سهل بس هي فازت. صعب إيه؟ إنه حرف الألف هي الصعب. فزتي معنا بهدية مقدمة من براندات، زائد بما أن اليوم لابسة من شي أن، هدية وفاوتشر مقدمة من شي أن بقيمة $100، زائد بوفيه من دار جاسم، زائد شيل ومشي، زائد بورا بورا، وزائد كرت بنزين من ألفة. المتصل الجديد راح يحصل على هدية من أطياب المرشود، وكوبون من توتا سوشي بقيمة $30، وهدية من صالون منى نيلز بقيمة $50، وشيل ومشي. عطيناك الهدية الهدايا يا سكون. سكون الو، عاشت الاسامي يا سكون. اول مره يمر عليها الاسم. شلونك صالح؟ انا بخير، انت شلونك؟ بارك الله يحفظك. يحفظك ربي. جاهزه حق اللعبه؟ ساعدني، انا حرمه كبيره يا صالح، ساعدني. لا انت فزتي خلاص، ما راح اسالك. ابي اجمل يا صالح، ابي اجمل. تمرين امر، تمرين امر. وجود صالح. خلاص بس فزتي يا سكون، عاشت الاسامي. ترى انا بسرعه ينقص علي عادي. لا صدق. خذيتي هديه من اطياب المرشود مثل ما قلت لك، بالاضافه الى كوبون توتا سوشي بقيمه $30، و50 دينار من صالون منى نيلز، وايضا كوبون من شيل ومشي، وكوبون بقيمه $40 من عطورات اجمل. ومعنا اجمل شهد اليوم حبيبي. شهد شكرا. احنا ترى خلصنا، تقدرين تحطين الكرت على الطاوله. أوكي. وفي عندنا نقصه. اي والله، والستينج مال النقصه. نقصه صالح ودانا ناس. ما في وين الستينج؟ ليش احب اقول لك احب اقول لك ان صالح الستينج انساه. اوكي زين، في هدايا بسيطه مقدمه، في نقصه شفتي. ما فشلني المخرج. نقصه صالح ودانا. شفتي يا دانا اليوم سلطانة قسم ستايلش. صالح خلاص خلاص. من شيئين شيئين طلع عنده اشياء وايد منوعة. الله يحفظك وشكرا. الله صراحة لأن الذوق غالب فمدحني زيادة. أنا أدري عارف شويتي اليوم والأسود الملكي مع الجميلة. شكراً. نجمة رمضان لهذا العام. فعلا أنت نجمة رمضان هذا العام. صحيح. والله أنتوا النجوم. الله يحفظك. نقصة بسيطة مقدمة من الهدايا اللي موجودة بي. يعني أقوم أخذ؟ لا لا لا، كلها وصل عندك. كاوتر على الزاوية. كلهم يمك. براندات بالإضافة إلى مكياج كايلي. هايلي هايلي. أنا مصر على كايلي. أنا خلي أقول والله مشكورين. هدية مقدمة من براندات هايلي بيوتي، أطياب المرشود، أجمل أسرتي العطور. شكرا. وأيضا ألدورا، وتستاهلين كل خير. وباوتشر من كيوب بوند، بس نبي تعطينا ولدت صراحة 350 دينار حق يغيم سيارته. زين ليش حق ولدها؟ ما أدري ليش حسيت تبي. لا الشباب هم اللي يحبون هالسوالف. أنا ما أحب تغيير. قبل الختام نبي نسأل سؤال. وين راح نشوف شهد بالأيام الجاية؟ شلون يعني؟ يعني شنو الأعمال، شنو الأشياء اللي ودك تسوينها من بعد؟ صراحة المسلسل خذ منك وقت وجهد وتعب، شنو ودك تسوين بأيامك الجاية؟ والله يا حبيبتي يعني أول شيء كل شيء بيد رب العالمين. 100%. إنزين والله ما أدري، يعني كل شيء من الله حياه الله. يعني أنا ما أدري شنو راح يكون في الأيام القادمة يعني. صحيح. بس إن شاء الله نقول القادم أجمل، و راح تشوفون شهد مثل ما أو بشكل مختلف. بشكل مختلف، والجمهور يعني اللي منتظر أشياء غير راح مثل ما يقول أوفرها لكم. صحيح. أو راح أمنحها لكم. نعم. بس هذا اللي أقوله. قولي إيه أو لا، اسمك الحقيقي شهد؟ لا طبعا. شنو اسمك الحقيقي؟ اسمي عبير. عبير، حلو اسم عبير، ليش غيرتيه؟ والله ما أدري. ما. أنا أحب اسمي وايد والله. ليش غيرتي؟ زين شلونك بسألتي؟ شفتي شلون فجأتي؟ ليش لي أربكتها قبل؟ لا لا بالعكس، لا والله ما بالعكس. لا لا، ختامها مسك وشهد مع ضيفتنا الجميلة شهد سلمان. هذه كانت حلقتنا اليوم، حلقة الويكند باتشر. إن شاء الله بنلتقي معاكم بنفس الموعد من خلال وياكم، وباتشر حلقتنا مختلفة إن شاء الله. إن شاء الله تصبحون على ألف خير. خلاص خلصت البرنامج. خلص البرنامج.